وتاني شيء رح نعمل وقفه سريعه بصالات العرض بالسينما لنشوف اخر الافلام، ومن بعدها بنكون مع كارلا لنشوف قد ايه طلع في انواع خل مش سامعه فيهم كمان كولتور تبعولي بالخل كثير هابطه. سيني بنرجع. ضمن افلام الاسبوع الفيلم الموسيقي المنتظر لا لا لاند عن عازف بيانو جاز بينغرم بممثله طموحه بلوس انجلوس ومع مجموعه كتير كبيره من اهم الميوزيكلز اللي انعملوا من الثلاثينات لمنتصف الستينات مع رايان غوزلينج، اما ستون وجي كي سيمونز. We have traveled thousands of miles in search of a weapon more powerful than we've ever known. وفيلم الفانتسي The Great Wall عن مسألة غامضة حول إنشاء سور الصين العظيم مع مات ديمون ويلم دفو. What was that? There are many things you have not seen. Worth fighting. وفيلم الفانتسي أساسنز كريد وقت اللي كالم لينش بيبحث بماضيه وبيكسب مهارات قاتل محترف بيكتشف انه من سلالة مجتمع قتلي سري مع مايكل فاسباندر، ماريون كوتيار، جيريمي ايرنز وبراندن كليسن. We work in the dark to serve the light. We are assassins. ومن السينما بننتقل لعالم الصحة مع كارلا ورح نشوف كمان أنواع وألوان وفوايد الخل قد ايه بيكون غذائي، فوايده الغذائية صحية خفيف نظيف. بونجور 10 بونجور قبل ما نبلش ونستفيد ونستفيد وندخل في التفاصيل واللي انصدمت فيهم انا قد ايه في خل. هل بتحبي اسمك؟ لانه طرحنا السؤال على الفيسبوك. انا كثير بحب اسمي، هو حلو بحسه كثير شيك. لا مدام شيك وهيك بحسه قد ما انه بتلاقي اسامي كارلا بس هيك ما بتحسي، ما بعرف هيك هو كارلا دائما بتلاقيها لذيذه. هلا مش بعد كم يعني بعد كم كارلا مش كتير ما كتير مش بيقولوا المرأة او الشخص هو بيحلل الاسم مظبوط؟ بلا بلا وانا مزبوط. كمان بلاقيها هيك. اوكي طيب جود. حلو الأنيعة طبعا كتير بحب اسمي. حلو الأنيعة بشكرها لامي على كيف سمتني لان هي كانت فكرتها تسميني كارلا. كان في اسم تاني ما كان لازم ينطرح؟ لا 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 من الاول اول حتى قبل ما تتجوزي مصره كانت لان كان في بنت صغيره معها بالمدرسه بالمهضومه اسمها كارلا. كارلا وعجبها الاسم وما كان في كثير كارلا بقى قررت قبل ما تتجوز حتى انه هي اول بنت بدها تكون كارلا، ما كان في لغط عن الموضوع. بينما اخوات اثنين البنات تسموا عده اسامي، تانيا كانت باولا رجعت صارت تانيا، باولا كانت غير شيء كمان بس كان في ميشيل بنت معقوله تسمي بس انا كان ثابت كارلا. كان ثابت كارلا ولبق لي كارلا ميرسي لحتى بلا. بس نكون واضحين وصريحين ايه. اوكي حتى ما حدا يزعل ابدا. ميرسي ماما من جديد انه سميتينا كارلا. سميتينا كارلا. كارلا من خل. من كارلا للخل للخل شو وضع الخل؟ يعني فوق العشرة ما فهمت صح ايه وهدول مش كلهم يعني بعد في اكيد اشياء كثير هدول اللي ايه اكثر شيء متداولين وحتى ممكن انه في كثير نحن انواع ما عم نستعملها بس انه لازم نحكي عنها لان نحن صرنا في شيء ببلد ما بعرف شيء مطرح مش سامع مش واصلين له في عندهم خل غير ليش؟ لانه هو الخل هلا اذا بنخبرك شوي على السريع هي كيف بلشت كيف اكتشفوا الخل بالغلط من حوالي 10,000 سنة بالغلط صار في من تخمير نوع من الأطعمة ممكن يكون كل شيء فيه سكر أي شيء فيه سكر أو نشويات يعني ممكن يكون عم نحكي فواكه من فواكه يعني نحن اكثر شيء بنعرف العنب والتفاح بس كمان من الرز من اي حبوب النشا اللي فيها السكر بده يتخمر وطبعا يصير خل. هلا اللي صار ليش بالغلط؟ لانه بمرحله من المراحل انت بتخمري مثلا العنب او التفاح او الرز وبتطلعي منه كحول. الفكره اللي صار انه بالغلط
تقطع مرحلة الكحول، وبالمرتبة الثانية أو بالمرحلة الثانية هل تخمير وصل لصار خل، يعني لهالدرجة تخمر لصار خل. وهي كلمة فينيجر بالإنجليزية من كلمة فينيجر بالفرنش اللي هي فان إيغ، يعني مبيد محمد محمد. راح كل خسر كل شيء، يعني ما بقى في كحول بالمرتبة الثانية، بالمرحلة الثانية عفوا، من بعد ما تخمري لتحصلي على الكحول بيصير في عندك الخل اللي بيصير طبعا محمض. يعني بس هلا انه وقتها بيكون الواين نحن ناطرينه ليتخمر، ما هو كل ما بيتعتق كل ما اطيب. ايه صحيح، بس طبعا في مرحلة في تخمير زائد بيخلي انه بطريقة يعني خلال التحضير بيخلي انه الكحول تبطل ويصير محل، يعني في وسيلة يمكن فيرمنتيشن نقلبها لتصير. وهي بالغلط اكتشفت، بس بعدين صاروا يعملوا اصلا، يعني صاروا يعملوا هالشيء لحتى يحصلوا على شيء اسمه خل. نبلش اول وحده. ليه قبل ما بلش بس هيك بصوره عامه نطمن الكل اللي هيك بيحبوا يسمعوا عن المواد الموجوده او الفينيجر او الخل، اذا مثلا في كالوريز او لا، ما في او كميه الكالوريز كثير قليله. ليش؟ لان السكر اللي بقلب الفاكهه تحول كله تخمر، يعني البكتيريا اكلته وما بقى في كميه سكر غير كثير قليلة شبه معدومة، وبالتالي هيك بيستعملوها بالرجيم كثير. صح، ومن خلال السنين وال اذا بدك العقود مرق كثير امور عن الخل، يعني كثير اشخاص بيستعملوه كمان للاستعمال الخارجي، للناس اللي عندهم مثلا اكني او حب الشباب بيحطوا خل. كثير انحكى عن قديش مفيد لتخفيض نسب الكوليسترول بالدم، لتخفيض الوزن وغيرها من الامور الصحيه. واكثر شيء نحن عم نستعمله هلا لنطيب الاكل من دون اضافه كميه كثير من الملح والزيوت، يعني انت عم تستعملي بدك تستعملي شيء سعرات الحراريه فيه قليله وبنفس الوقت في بقلبه طبعا مواد. هلا اكثر وحده متعارف عليه هو البلسامك. صح، البلسامك فينيجر اذا بدك بالمطلق هو مصنوع من تحديدا العنب الاحمر او بدنا نقول العنب كعنب مطحون كله، يعني الحبه مع الستم او العنب. وعلى فكره البلسامك فينيجر عاده الجوده المضبوطه ما بيكون كثير سائل، بيكون سميك شوي. صح، وبتكون طعمته قويه. هلا بتلاقي بالاسواق وهيدا بيكون سعره مرتفع، بتلاقي بالاسواق اصناف ممكن يكون حاطين له لون ومحلي، فهيدا منا الخل البلسامي ما بتكون الطعم الاصلي المضبوطه. يعني؟ صحيح. أوكي. بقى من هيك بدنا نطلع اول شيء على الملصق ونشوف شو مكتوب عليه، وبنفس الوقت طبعا وقت بس اكثر رخيص. صح، هيدا منه مع انه بيكون براند كثير مرتبه ومنه رخيص. هلا طبعا في عندك النوع اللي هو السميك اللي من يلي بتحصل عليه من اول اذا بدك تخميره، وطبعا حسب المناطق، يعني في عندك بلسامك فينيجر منطقة تنقول إيطالي غير عن مناطق تانية. نرجع منكمل، وطبعا نحن عنا كتير مشهور الخل الأبيض. صح. الخل الأبيض نستعمله بمنطقتنا لكتير من القصص. صحيح. أول شيء لنعقم المي الخضار، لننقع كل أنواع اللحوم للدجاج. على فكرة إذا نقعنا الدجاج بالخل كأنه كمان نوع من التعقيم. ايه احسن من ما طبعا هلا بسرعه بنقولها، بدل ما نغسل الدجاجه بالمجله ومي وصابون هيدا كله ما له عازه. الاسيدتي او الحموضه يلي بالخل وتحديدا الخل الابيض لانه ما بيغير لون الدجاج بضل ابيض. صح. كثير منيحه، افضل ننقع حتى السمك اذا نقعتيه بالخل الابيض بيطرى، وبنفس الوقت طعمته بتصير هيك ميله للحلاوه اكثر. ما بتاثر على الطعمه وقت بتنقعيه؟ لا بالعكس، بتصير اطيب. بتطرى، يعني بتستعملي كتندرايزر او لحتى تطري اللحمه عاده. بيرفكت. واكيد ممكن كمان نستعمله اذا بدنا ما نخلي مثلا البطاطا دي تغير لونها. اذا قطعتيها عم تحضريها قبل بوقت، قبل ما تقليها او قبل ما تطبخيها تضل بيضه، كمان فيك تنقعيها مع المي، يعني ضربه مي مع ضربه
خل ابيض صحيح. بنرجع بننتقل كمان او بنستعمله كمان للكبس. نكبس نحن كل انواع الخضار، وساعتها انت بتحط ملح اقل وقت تستعملي خل ابيض بالكبس لتخفف من كميه الملح بالكبس. سايدر فينيجر، السايدر فينيجر او ما يعرف بخل التفاح، كمان نحن مشهور كثير عندنا بالمنطقه، بنستعمله كثير، و اجمالا استعمالاته اكثريتها بالسلطه اكثر من ما انه تستعمليه مع اللحوم او لتنقعي فيه اللحوم او الاكل. وهون بدي اقول من اكثر انواع الخل اللي صار عليهم ابحاث للافاده ان كان لتخفيض نسب الكوليسترول او السكر بالدم هو خل التفاح، واجمالا تبين انه اكثر شيء مفيد. طبعا صعب انه تاكلي خل التفاح هيك، مشان هيك نحن بننصح انه يزيدوه مع السلطه، يعني وقتها بدنا نعمل سلطه. هلا بعرف يمكن مش كل الناس بحبوا تعمل، بس بنبطل خل التفاح حامض هون. لا اكيد لا، وقتها تحطي خل تنسي امر الحامض لانه بيصير كثير طعمه قاسي وقوي. صح. واجمالا اذا بدك تحسبي على قديش الكميه، حسب قد ايه الواحد بيتحمل طعمة الخل، ممكن تحطي مثلا ملعقة خل لثلاث ملاعق زيت، نفس المقاس، يعني يا ملعقة صغيرة أو ملعقة كبيرة حسب كمية سلطة عم تعمليها، أو إذا عم تعملي سلطة كبيرة. هالقد بتطعم وهالقد قاسية قوية. هلا لتستفيدي أكثر لازم يكون قد بقد، بده يكون الواحد بيقدر يتحمل، يعني تكوني مثلا عم تحطي ملعقة خل ملعقة زيت لو صحنك مثلا، هيك بتستفيدي اكثر. بس حبيت انه كل خل له فوائد له استعمال. صحيح. تشاينيز ريد هلا الرايس فينيجر اجمالا في عندك كثير، عندك التشاينيز، عندك الجابانيز، وعندك الرايس فينيجر العادي اللي نحن بنعرفه عادي. هلا اجمالا بيشبه كثير خل التفاح بالطعمه وبالاستعمالات. هلا نحن بنعرفه اكثر بالاستعمال اللي هو مع السوشي، يعني بينضاف على الرز. الصويا صوص هي ما بتجي من، لا الصويا صوص اجمالا هي غير شيء مختلف تماما، واللي بيشبه طعمه الخل اللي بيشبه طعمه البلسامك فينيجر كانك حطيتي له صويا صوص، هو الجاباني سوري تشاينيز بلاك فينيجر. اذا بيلتقى بالسوق هيدا كثير منيح. ليش؟ لانه انت عم تحصلي على البلسم طعمة البلسمك مع الصويا صوص من دون ما تكوني حاطه صويا صوص، يعني ما بيكون فيها ملح. أوكي. بس الطعمه هي نفسها. هيدا التشاينيز بلاك فينيجر. هلا في عندك الشيري فينيجر اللي هو من اللي بيجي من الشيري او من نوع انواع من الفروتس، او اذا بدك الريد فروتس، ممكن يكون كرز او ممكن يكون. شو بنستعمله؟ اجمالا يستعمل اكثر شيء بالهيربز، يعني اذا بدك تعملي في مثلا سلاد مع هيربز او اعشاب، بس اكثر بحطوه باليخانه مع اللحم. اللحم الحمراء بيلبق لها كثير الشري، يعني تنقعيها فيها. نحن ما كثير بنستعمله، بس بيبقى عندي كمان الشامبين فينيجر او يلي هو الخل يلي بيتسمى، او ممكن نجيبه من الشامبان، وهيدا كمان كثير طيب. اجمالا بيجي بيستعملوه اكثر الفرنسيين بالطبخ الفرنسي وقت يعملوا لا الكريم او الوايت صوص اللي بيسموها مع الزبده. بيزيدوا شوية شامبين فينيجر لحتى ما يحطوا شامبين، طبعا لأنه أرخص تحطي شامبين فينيجر، وهو مثل ما قلت لك بيحصلوا عليه من البكتيريا اللي بتكون تجمعت على العنق أنينة الشامبان، مشان هيك بيكون عندك هيدا الطعم إذا بدك السويت. وبيلبق كمان كتير مع صوص التومات، بيعطيها نكهة قوية. وبرجع بذكر كل هالأنواع من الخل هي تحديدا لتقوي طعمة اللحم أو الصوص، إن كانت صوص بالطبخ أو بالسلاد، من دون ما تضيفي ملح وزيوت وزبدة. حلو. تقريبا بنستعمل نصهم بلبنان، ثلاث أرباعهم. ثلاث أرباعهم 100%. صحيح. ثانك يو لإلك. شكرا لإلك. نشوفك نحن الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي إذا الله رد. نتوقف مع بريك ونكفي بعد عن الصباح.